اليوم نشاطنا العدد 5، بدنا نطبق مع الطالبة جوانا أبو سعدة العدد 5 عن طريق المكعبات، عن طريق المكعبات. يلا تفضلي يا جوانا طبقي. الكل ينتبه وهي بتطبق نشاط العدد 5 عن طريق المكعبات. ممتازة يا جوانا، زكفة حامية للحلوة جوانا، زكفة حامية. ممتازة يا جوانا، برافو يا عمتي. بدنا نشوف نصور النشاط اللي عملته عن طريق المكعبات. ممتازة يا جوانا، برافو يا حبيبتي.